أصدرت المحكمة العسكرية في المنطقة الثالثة حكماً بإعدام 3 جنود والسجن بحق 11 آخرين بتهمة قتل ضابط في الجيش بمحافظة مارب. وذكر موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع أن محكمة المنطقة العسكرية الثالثة عقدت جلستها العلنية في القضية الجنائية رقم 15 لسنة 2019 ميلادية للنطق بالحكم على المتهمين بقضية قتل المجني علي المقدم فاروق رفيق أحمد الخوبري.